بلشت تقريبا من اكثر من 20 سنه، بس المبدا ما كانت شيء اسمه انونيمس. يعني بدايتها كان مجموعه شباب بيتواصلوا مع بعض عبر سيرفرات الاي ار سي، اكثر شيء بيتواصلوا مع بعض بيصيروا اصحاب اونلاين، وامرار بتوصل لمرحله ما بيعرفوا بعضهم انه منهم من نفس البلد مثلا، وصعب يلتقوا وما بيلتقوا، بس بيتعرفوا على بعض بيصيروا يتبادلوا معلومات برامج الى اخره. صراحه انا بلشت مع الناس اللي ما كان هدفهم التغيير، هدفهم الهاكينج كرام التعلم، الهاكينج كرام كهوايه. كان في برنامج على الراديو بامريكا كثير بيشجع النازيه. هلا هون النازيه صارت يمكن خط احمر بالنسبه لكثير ناس بامريكا. قررنا انه بدنا نعمل شيء كلنا سوا، طبعا ما في شيء اسمه انونيمس او شيء، قلنا قررنا انه كلنا سوا بدنا نعمل شيء، نبعث كلنا فاكسات، يعني مثل اوبريشن بيبر ستورم، عاصفه الورق، انه كلهم بده يبعثوا فاكسات، كلهم بده يطلبوا من الانترنت مواقع معينه تتصل بها الشخص. بس عم نحكي انه مثلا 100 اتصال بالدقيقه اذا لحق يرد، وغير هيك اتصالات برانكس يعني عم تصير معه انه يتصلوا فيها على الهواء ويبهدلوه كذا. من هون اجت فكره انه اذا اتحدنا مع بعض فينا نغير اشياء. هلا في ناس اتحدوا مع بعض ليغيروا اشياء للأسوأ، مش للأسوأ يغيروها، يعني بمعنى انه يعملوا هاكينج لمصالحهم الخاصه وبيسموا البلاك هاتس. وفي ناس اتحدوا مع بعضهم لحتى انه يساعدوا بعضهم، وفي قسم صارف يعني مثل هاي قصة النازية ولدت انه ممكن شركات او غير ناس كمان عم يعملوا شيء غلط، ممكن نعمل فرق. التيرنينج بوينت هو ماندكس، شخص اسمه نيكنيمه على الانترنت ماندكس، واللي هو اسمه جوليان اسانج، اللي هو كان قسم من هالشباب وعنده هاكس يعني فايت دي او دي وزارة الدفاع بامريكا وغيره وغيراته. انونيمس انه ما في الا قائد، ما في الا ليدر. وانونيمس انا بالنسبة لي انا بعتبرها قمة الديمقراطية، لانه ما في رئيس، ما في قيادة، ما في تسلسل اداري، في بس محبة واحترام للشخص الثاني اللي عنده خبرة اكثر مني. هو عدد صار كثير كثير كبير، منلاحظ نحن من الاتاكات الكبيره اللي ما بدت لما بتنعمل بنضم اشخاص كثير، بس المبدا لانه تحديد عدد معين لا، لانه مثل ما قلت لك ما لنا منظمه الى رئيس وستراكشر وممبرشيب. ساعه بتلاقي انونيمس يمكن في 1000 واحد، ساعه بتلاقي بال 50000. تقرير العمليه كيف بيصير انه اذا جروب او شخص عنده فكره بالكمبيوتر، اكيد لانه بده اذا بيكون اكتيفست عنده فكره، بيعمل فيديو مسج، بيحط كل شيء معلومات عنده اياها عن الشيء اللي فضحه، عن الشيء اللي بده يحكي فيه، وعم يطلب من البقيه ينضموا له. مجرد نزل الفيديو اونلاين يا اما بياخذ تأييد كبير من مجتمع الانونيمس يا اما لا. بعد العمليات بمصر بقصة الثورة لما قطعوا الانترنت وأمنا لهم انترنت ببلاش، اعطيناهم ارقام فاكس، هيينا سيرفرات اونلاين تعمل ريدايركت. يعني انا ما بحكيك عنا مؤسسه ضخمه، وهذا كل واحد بالكمبيوتر ببيته في طريقه فيك تعمل سيرفر يمكن يعمل بروكسي بيحول اي بي، وجبنا مودم تليفون وفاكسات. اللي بده يتلفن بالتليفون بحط التليفون الشخص اللي عنده بيتصل بالتليفون عنا، واللي هو تول فري عملناه، يعني مش انه ما حدا عم يدفع حق المخابره، لانه هي تول فري من الانترنت او بعض الويب سايت بندفع شيء بسيط، يعني الانترنت على الاتصال عم بيصير عبره، مجرد تلفونه سماعه التليفون بترد عليه، بيرد عليه الكمبيوتر دايركتلي، لانه في سوفت وير صار السوفت وير السايت اللي حيأمن الاتصال، مجرد اتصل بالكمبيوتر ببلش بيرد عليه الكمبيوتر بيعطيه انترنت على 3 جي تاعه. بقى هيك عملنا تقريبا شي 17 او 20 مودم، كل مودم بيحمل 500 شخص. اوبريشن اسرائيل يمكن تعتبر اللي عليها جدل نوعا ما،
بس هيدي بالاول، بس هلا وصلنا لمرحله 90% من الانومنس او اكثر هن فعلا ضد فكره اسرائيل، لانه صار عندهم التوعيه، فهموا شو هي اسرائيل وشو هي فلسطين وشو صار بحرب ال 49 48. هلا بالمرتبه الثانيه صارت اسرائيل، ISIS صارت بالمرتبه الاولى. The terrorists that are calling themselves Islamic State, ISIS, are not Muslims. ISIS, we will hunt you. Take down your sites, accounts, emails, and expose you. From now on, no safe place for you online. محاربتك أول ما بلشت كانت خجولة، مثل ما بلشت داعش خجولة يعني. المحاولات كانت إنه بعض الأفراد يتجمعوا ويهاجموا بعض الويب سايتس تاعوا داعش. بعض منا اللي حرك القصة كلها بشكل جذري قصة شارلي هبدو. أول مرة تجمع التيم وجمعوا أكاونتات أونلاين اللي هي لداعش، وبالتالي تجمع ليستا من شي 800 أكاونت. هيدي الأكاونتات صار في نوع من الهاكينج عليها اللي هو عن طريق فيشينج وعدة طرق تانية، وبنفس الوقت ريبورت للأكاونتات. هيدي انه 99.9% من انومنس اتفق عليها، معناته it's a legit operation.